السلام عليكم. بعد نتائج الانتخابات وخصوصا في بغداد اللي كشفت ان عن احراز حزب تقدم اعلى الاصوات وتساوى في المقاعد مع كتل الاطار منفرده، هل ستعود الكتل السياسيه التي رفضت بديلا عن الحلبوسي من تقدم لرئاسه البرلمان للتفاوض معه من اجل تشكيل حكومه بغداد المحليه؟ وهل سيكون لذلك اثر على اختيار رئيس البرلمان القادم؟ هل ساهمت نتائج الانتخابات بإنعاش قوة التقدم السياسية في مفاوضاتها لرئاسة البرلمان المؤجلة؟ وهل سيدخل خصوم المكون السني بينهم في مفاوضات لتشكيل الحكومات المحلية في صلاح الدين ونينوى؟ نعم، الكل سيدخل والكل سيجلس ولا خيار لهم إلا بذلك، وكل التصريحات والمواقف العدائية بين الأطراف السياسية ستنتهي على طاولة تقسيم الكراسي مع ظهور مواقف جديدة رافضة لتصريحات رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر اللي وصفت بالطائفية في حملته الانتخابية، الأمر اللي اعتبر البعض عودة للأصل وإثارة طائفية أخرى من أجل مصالح سياسية تتعلق بكسب الأصوات. في هذه الحلقة المتخاصمون على طاولة الحصص. أرحب بكم في حديث العراق لهذه الحلقة، وأرحب بشيخ إبراهيم الدليمي السياسي المستقل، والأستاذ عماد آل مسافر الباحث في الشأن السياسي، والأستاذ مؤيد الجحيشي السياسي المستقل من نينوى. وحياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله. أقول لك خلي قبل لا نبدي بكل المحاور، شنو اللي دفع خميس الخنجر للحديث بهذا النفس اللي اعتبروه خصومه بأنه طائفي، الموصل طائفية، الموصل سنية وكذا، ليش هذا الخطاب رجع من جديد؟ شنو القصة؟ شنو اللي دفعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجميع. حياك الله. قلت اختصرها؟ تفضل. تحية للجميع وبالنسبة لنا. أولاً الحمد لله والشكر رب العالمين أنه الانتخابات جرت بأجواء سلمية ونجحت الانتخابات إلى مدى كبير. اثنين، الشيخ خميس الخنجر ابدا لم يكن طائفي ولم يتحدث بطائفيه. انا وانت استاذ عماد استاذ مؤيد والسياسيين كلنا لما نحكي يقول طائفتي الشيعيه، هم نعيب عليه نقول انت طائفي؟ الاف السياسيين من صغيرهم وكبيرهم لما نقول البصره بها سنه، طلع الف سياسي قال البصره الشيعيه، قلنا على راسي، النجف شيعيه على راسي. مناطق المختلطة أو الأغلبية من يقول مناطق سنية، بس شيخ خميس الخنجر المقرود قال الموصل سنية سويتوها صارت طائفية. ليش هسه؟ اثنين إذا سمحت لي دكتور، اثنين بالانتخابات بالانتخابات أو بالدعاية الانتخابية أنا من حقي أدافع، وهو رجل تعب على المكون السني أكثر من اللازم، بالنازحين تعب، بالعفو تعب، بالمغيبين تعب، وذا يداعي الرجل الشيخ خميس الخنجر ذا يداعي بما يرضي الله. والمعلومات اللي اكو بعض العالم ما تعرفها، ترى يعني آلاف على ايديا، وتعرف دكتور حاكي لك بيني وبينك بالقفاء، آلاف من الجرحى، من البصرة، من الناصرية، من العمارة، من النجف، اللي يحتاجون كراسي، اللي يحتاجون مساعدات. خليني من هاي، ليش لما قال الموصل السني مؤذي؟ تدري ليش؟ اسمح لي، لأن بعض الفصائل وبعض ليش هذا الخطاب بهذا الوقت؟ من حقي، لأنه اكو بعض الفصائل وبعض الاخوان اللي مو من المحافظه جو يتمركزون بالمحافظه ويريد بطريقه او باخرى يدخلون اطراف داخل الموصل. مع كل احترامي انا ثلاث ارباع نسابتي هم الشيعه، انا ما عيب علي الشرف بالشيعه، بس اقول ليش انت مثلا هاي المنطقه السنيه ذاتي تجيب لي بها اربع خمس مرشحين شيعه وتدعمهم من الحشد وغير الحشد؟ اذا هنا بدها تخل انت استغلال لبعض الاصوات بالحشد المحترم. ما تدور مو عراقيين يعني، وانا هم عراقي من حقي. شنو المشكله اذا انا هسه عراقي من 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 مو من هم محاومون ترى المرشحين هم من الموصل نفسها؟ اكو واحد اجى من خارج الموصل رشح بالموصل؟ اي منين؟ من غير مناطق الجو. منين يعني؟ الجو من تل احفر ومن غيرهم ومن غيرهم. تل احفر منين هي غير من الموصل؟ مو 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 خلينا نقول مو سني. مو سني؟ اي نافستي وين؟ خشني هاي. لا لا دكتور. هسه هاي طائفيه بحته. دكتور اليوم انا هذا ثقلي هنا. ايه مو
انت تجيب ايش عندك اثقال ترميها هاي، مو هاي الساحه مفتوحه الموصل كليته، روح بساحتك، ليش بدك تجي بساحتي؟ وتستند على جهات معينه، هذا اللي دفع الشيخ خميس القنجر يقول انه الموصل السنيه لا حد يحاول يربطها بمناطقيه او بطوائف او لا. بس هذا الخطاب كارثي يعني، انا ابن الموصل مو سني، ما يحق لي اشارك. ليش انا ابن البصره مو شيعي، ما يحق لي اشارك؟ لا تفسرها على هواك. لا مو هذا الكلام، لا هذا معناه. اذا فهمتني مو بالطريقه اللي انا بدي اوصلها. فهمني، افهمك. انا اليوم الموصل معروف، الموصل سنيه، بيها تل احفر نعم، بيها سنجار نعم، ما حد قدر يقول لا. بيها طائفه من اهلنا ومن عمامي ومن خوالي الطائفه الثانيه نعم، لكن الاغلبيه المطلقه هسه البصره. البصره الزبير بها هواي سنه، ما حد يقدر يقول لا. تمام، لكن الاغلبيه المطلقه شنو بالبصره؟ شيعيه. فاذا انت ليش تعيب علي لما شاركت بالبصره؟ العالم كلها قمزت، شلون يجون السنه بالبصره؟ واخذنا يمكن 6-7 مقاعد اخذت تحالف القوه القياده، اخذنا بالبصره. اذا انت لمن شيت ربط نفسك تطير واقعيه وشيل من الي تسوي طائفيه. تمام، هذا التصريح ما بيه طائفيه، ولا اريد اسمع وجهه نظر ثانيه، لانه هواي تحدثوا عنه واخذ لغط هواي. هو الرجال يقول لك موصل سنيه، الموصل كمدينة سنية غالبية. العفو دكتور، الغالبية هو ما قال هيك رجال، هو ما قال، انت تقول غالبية. لا قال غالبية. شكرا جزيلا دكتور، تحية لك ولضيوف الكرام مشاهديكم. يعني حقيقة حديث السيد الخنجر لم يأتي بهذا السياق اللي تفضل به جناب الشيخ شيخ ابراهيم، تحدث بطريقة واضحة انه هذه المدينة السنية ما يحق لبقية الاطراف ان ترشح بها. زين تمام، هسه هو يريد قبل الانتخابات كان حديثه يريد يحشد الجماهير، هذا شأنه، هو سياسي بامكانه ان يحاكي هذه الجماهير كيف يشاء. لكن انا اقول كل بيت انبنى بالموصل بعد 2014 قدمت له اضحية من دم شيعي. دم شيعي، فصائل، حشد، غيرها. انتم مو تحجون بالوطنيه ولازم نغادر هذا الخطاب؟ زين شو منتج الانتخابات والشيعي يريد يرشح بهاي المنطقه وهو ابن المنطقه، تستكثرون عليه، تستكثرون. انتم تقولون احنا اغلبيه، الموصل اغلبيه سنيه، ومن تتحدثون بهذا الحديث المفروض ما حد يقاطعكم ولا حد يشكل على هذا الحديث. ليش لما نقول بغداد شيعيه تشكلون؟ بغداد ذات اغلبيه شيعيه. من الذي اشكل؟ الجميع. هسه انتم ليش متحسسين من كلام لا مو نتحسس. ليش تحسس؟ خليك من هذا، ليش تحسس من انا اقول كلام الخنجر؟ الخنجر قال الغالبيه اللي موجوده في هذه المنطقه لا هي سنيه. لا مو بهذه الطريقه اللي تفضلت بها انت. هو تحدث بطريقه واشار لجهه واشار لشخصيه سياسيه لها ثقل بالعمليه السياسيه. زين. وكانه يريد ان يجير الموصل له. هذا الطريق، بهذه الطريقه الكلام هذا مرفوض. انت اذا عندك تريد تتحدث بهذه الطريقه، انت تريد تستحضر الماضي ونقول لك عمي مالاتك 1-2-3. احنا هم عندنا نقدر نحكي، نقدر نقول بغداد شيعيه ولا حد ينافس بها، وممنوع مرشح بالبصره سني لانهم اقليه لا حد يرشح. هذا الطريقه مو صحيحه. بعدين انت اذا واثق من الاغلبيه مالتك، المن خايف؟ المن خايف؟ الشيخ ابراهيم قال لك خليه يجي يرشح. الشيخ ابراهيم قال لك يجي من تل احفار يرشح بمنطقه سنيه شيعي وهذا سني، واضح. شنو المشكله؟ انا اسال اليوم شيخ ابراهيم، انا اقول وين تتعزز الحاله الوطنيه؟ تتعزز الحاله الوطنيه لما ابن الانبار يرشح هسه ما اتكلم على انتخابات مجالس محافظات، لما ابن الانبار بالانتخابات النيابيه من يرشح بالنجف ويفوز، هاي وطنيه والناس مؤمنه به. زين، لكنه ان تمنع ابن المحافظه ان يرشح في انتخابات مجالس محافظه او تعيب على هاي القضيه، لا، هاي قمه الطائفي. ما منع هو دكتور، هسه هو ما نقول منع شيخنا، جاي نقول صرح. يصرح ويحذر ويقول هاي شيء، هاي المنطقه سنيه ويريد ما حد يرشح بيها. هو راضي يحفز العالم للخروج للانتخابات. اذا هذه التصريحات قبل الانتخابات اللي تحاول بعض الجهات السياسيه تحفز، المفروض ان يكون بمستوى الزعامه. هسه احنا مو نتكلم زعامات، نعم، المفروض يكون بمستوى الزعامه ويعرف شلون يناغم الجماهير. الزعيم يمتلك الف والف طريقه لمحاكاه الجماهير بعيدا عن الخطاب الطائفي. هو ما عنده غير هاي؟ هسه ما ادري. استاذ مؤيد حياك الله. استاذ مؤيد اسمعك
صوته ما واصلني. استاذ مؤيد تسمعني؟ اسمعك اسمعك استاذ محمد. زين اطير صوت من السبيكر الله يخليك. تمام انت سمعت حوارنا بما انه يتعلق بالموصل وانت ابن الموصل، شنو رايك؟ نعم يعني بداية تحياتي لكم ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الأيام. والله يا أستاذ محمد يعني أنت لو مبلغني بس الموضوع على خميس الخنجر أقول لك ماكو داعي ولا أتعب نفسي ولا أجي أحضر. ليش؟ والصوت مو صوت نحن السنة، هذا محسوب على السنة. الصوت الشيعة اللي جابوا خميس الخنجر وسووه صاحب كتلة وصاحب حزب وينزل الخنجر محسوب على السنة لعدنين الخنجر. هذا شخصية وهذا رجل مال واحد ينزل محسوب على الحرامية، أوف. محسوب على الفاسدين، محسوب على سراق المال العام، محسوب على الإرهابيين، محسوب على اللي مول الإرهاب وقتل العراقيين سنة وشيعة وأكراد وكل الطوائف. وما أنا قاعد أقول، هو اعترف، هو قال بأربع خمس قنوات، قال أنا دفعت فلوس وأنا مولت الإرهاب وأنا اللي كنت ضد الحكومة وأقتل بالحكومة. هو قال مو أنا، طلع الحديث ماله على قناة العربية الحدث. هذا واحد. اثنين، شوف كلام اللي قالوا من قال الموصل سنية وأغلبية سنية وكمل الحديث ماله، أو حالي الناس بأنه يا سنة روح انتخبوا السنة لا تنتخبوا غير السنة. هو أحد الأحزاب والكتل اللي نزلت نازلة بالموصل. هذا الكلام ينطبق عليه كلام حق يراد به باطل وافتراء ومشاكل وإرهاب وقتل و دماء تسيل بالشوارع. ليش 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 شنو الدماء وين وصلتنا الى 2014؟ وين وصلتنا هسه؟ قابل سمعت الناس الخنجر قال كذا وركضت تتعارك بيناتها. انا ابن الموصل، انا ابن الموصل، اسمعني اسمعني. اي اسمعني اسمعني، انا ابن الموصل واني مثقف واني خريج واني مو انسان طبيعي، مو انسان عادي يعني جاهل. فأنا أعرف اللي صار ما بين 2003 و2014 وعلى أثره أنا تهجرت من الموصل وتفجر بيتي بال 2009. اسمعني، هذا الكلام كان يدار من المسؤولين السنة ومن أحزابهم ومن مكاتبهم أنه الموصل كموصل عوف صلاح الدين وعوف تكريت وعوف الرمادي وعوف ديالة. أنا ابن الموصل أتكلم عن الموصل. ما جرى ما بين 2003 و2014 هذا الكلام كان هو وغيره وأكبر منه كان يدار. الموصل سنية وما نقبل شيعي يحكمها، الموصل عربية وما نقبل كردي يحكمها، الموصل عربية وما نقبل تركماني يحكمها، الموصل عربية وما نقبل شبكي يحكمها، والموصل عراقية ما نقبل يجي إيراني يحكمها، وراح يجوكم الإيرانيين وراح يهجروكم وراح تصير الموصل شيعية ومن هذا القبيل. وبدت الناس تصعد الصعد إلى ما صارت الناس حطب للنار مثل خميس الخنجر وغير خميس الخنجر. زين للعلم، هذه أول مرة أقوله، كل مسؤولين اللي جو تولوا المسؤولية السلطة بالموصل كأحزاب وكمناصب كان عندهم الحمايات مالهم فرق مال اغتيالات. شنو شنو؟ كل 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 ما سمعتك ما سمعت شنو؟ ولا واحد. شعدهم؟ فرق مال اغتيالات كانت تغتال العالم. كل مسؤولين اللي تولوا الموصل عندهم فرق مال اغتيالات؟ فرع 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 بيربع. ايه 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 سنة 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 نفسهم مسؤولين السنة، أعضاء مجالس، أصحاب أحزاب، محافظ، رئيس مجلس، ما أعرف إيش، كلهم كلهم فرق اغتيالات عندهم. الحمايات مالهم هي فرق اغتيالات. كانت تختار يعني منو؟ كانت تختار منو؟ وأحمد أحمد الدليمي وذولا. منو كانت تغتاله؟ تغتال الناس بالشارع. راح أقول لك الدليل، راح أقول لك. اسمع 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 أساس أجيبك أساس أجيبك. تجي الانتخابات الناس تريد ترشح فرع فرع بي 14 بيت، اثنين من هذا الفرع يعني بيتين طلع منهم اثنين راحوا ترشحوا. هذا رشح كتلة سين وهذا رشح كتلة صاد. اسمع هذا اللي ترشح على كتلة سين يجي على التليفون تهديله تجي ورقة من جوا الباب إذا تكمل الترشيح مالك تنقتل. وذاك اللي كتلة صاد اللي راح لأنه ابن عمه أو أخوه عنده يد بالقاعدة وبداعش وبالإرهاب يشوف شغله يمشي. هذا احتمال ينقتل. والدليل واثق الغضنفري اللي هو ابن عمي إيش حيشي لأنه أصر ما رشح مع كتلة أثيل
انقتل الرجل انقتل، تعرفوا الإعلامي واثق لغضب فريق. عندنا أعضاء مجالس مال المحافظة في وقت اللي أني المواطن العادي ما أقدر أكتب اسمي كمرشح أو أخاف أروح على الانتخابات، مو مرشح، أخاف أروح أصوت وأنتخب، هو يفتر بالشارع وصار عضو مجلس، يفتر بالشارع سيارة بها سائق وحماية زين. وأني اللي يفتر بالشارع شنو علاقة هذا؟ شنو علاقة هذا؟ إحنا بدينا بتصريح الرجل كان يقول لك ضيوفه بالاستوديو يقول لك يريد يحفز الناس على المشاركة بالانتخابات، اللي قال هاي القصة الطائفية ممكن تثيرهم حتى يطلعون للانتخابات، عنده منافسين من غير مذاهب، وهو يفكر بهاي الطريقة. مش الغايات ماله يريد يرشح الناس السنة، الناس السنة دير بالكم ترى إذا ما تروحون على الانتخابات راح يجون الشيعة يتولون الموصل، فروح انتخبوا حتى لو السني تنتخبوه حرامي، حتى لو كذاب، حتى لو دجال، بس روح انتخب سني، فهمت عليه؟ هذا اللي رايده موضوع الموصل. خلي أقول لك، لا خلي أقول لك، اليوم التحالف الشيعي خلي يسمعون ضيوفك والمشاهدين، جاب 11 مقعد بالموصل، 7 من اللي 11 مقعد سنة، سنة 7 من اللي 11 مقعد سنة، يعني التحالف الشيعي 7 من 11 إخلاص الدليمي 7 من 11 سنة مو شيعة، 7 سنة ما بكيفكم، هاي الاسماء روحوا طلعوها، خاف ما تعرف زين. تجي على تجي على الكتل اللي على اساس 100% سنه، بيها كراد وبيها شيعه، وفازوا شيعه بغير كتل داخل الموصل، ما بكيفكم مستقل يعني حتى باختصار، يعني القوائم السنيه، القوائم الشيعيه كان بيها مرشحين سنه، والقوائم السنيه كان بها مرشحين شيعة ايضا، صحيح؟ اي نعم صح، خلاص اعطيني مجال. والاكراد هم تمام، القوائم الكرديه بها عرب، واضح واضح هم بها عرب. وللعلم خلي ازيدك بس اخر 30 ثانيه للعلم، اسمع، العرب بالموصل سنه وشيعة، التركمان بالموصل سنه وشيعة، صحيح. الشبك بالموصل سنه وشيعة، المسيحيين معروفين ما لهم علاقه، اكو اكراد بالموصل مرجعهم عرب، يعني اللي ترجع اصلهم قبل 200 سنه يرجعون عرب، فيا موضوع سنه يطلعونا من هذا الموضوع. صح الموصل الاغلبيه سنيه مثل البصره الاغلبيه شيعيه، بس بيها باقي الطوائف، ليش النجف شيعيه اغلبيه شيعيه؟ ما حد يقدر يقول النجف مو شيعيه، بس تجي على النجف كلها شيعه، روح دقق، بيها سنه زين، بيها اكراد وبيها تركمان. هسه واضح احنا ما نريد نصنف، يعني احنا حتى قضيه التصنيف اللي وصلناها استاذ مويد، بس اسمح لي اريد انتقل للاستاذ ابراهيم، يعني هي قضيه زين التصنيف زين، احنا احزاب، بس دقيقه، احنا احزاب وانتخابات لو طوائف، تمام اسمح لي، الشيعه طلعوا من موضوع الطائفيه، يعني انا ارفع اليد وادي التحيه للشيعه، طلعوا من موضوع الطائفيه بهالانتخابات، رجعوا السنه ايش سووا؟ فاتوا بالطائفيه مرت لك. هسه مو كل السنه، يعني واحد يكون في وقت انه كانوا الشيعه يعني حتى واحد بس السنه يابا بس اطلعوا من الطائفيه. زين تمام استاذ مويد، استاذ مويد انطيني مجال، خلينا نروح استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم واضح، انطيني سياسي شيعي، بس دقيقه انطيني سياسي شيعي بهالانتخابات قال الشيعه وحكوا الشيعه، زين روح انتخبوا الشيعه، واضح واضح، طلع عندنا خميس الخنجر، تعالوا السنه انتخبوا السنه، واضح. اكو عندك تعليق على هذا الكلام؟ لو انتقل على شيء اخر زين، الان راح يجبر الجماعه على الجلوس مجددا، هل في نيه تقدم وضع موضوع رئاسه البرلمان على طاوله مجالس المحافظات؟ كان اكو رفض كان اكو رفض للحلبوسي ولظل الحلبوسي ولكل من ياتي، الان شنو الوضع؟ هو انا ما اعرف، يعني من اسمع مثلا هسه حديث اخوي ابو كرم واخوي وصديقي وعزيز كلش علي، انا هسه مصدوم من حديثه. ليش مصدوم؟ لانه احنا لمن يا هو يا قائد او يا زعيم سني انتخب الشعب تيد الناس تيد الشيعة او تيد السنة، نجي نضل شايلين فاسنا ونضل نضرب براسه وبراسه وبراسه وبراسه. هسه انت من سويت للشيخ خميس كذا وكذا وكذا وكذا، ويحكي بالطائفية وهو حرام وحيشاه وهو كذا وهو كذا، حتى مواطن من حقك تروح تقيم عليه دعوة، ليش ما قمت عليه دعوة؟ ليش هسه بالذات صار علي الحج عليه؟ على اي حال انا اتحفظ على
كل اللي تفضل بيه ابو كرم انا اتحفظ عليه ورافضه. على السنه ولا لا 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 زعيم سني وزعيم السنه رقم واحد هو الحلبوسي. تيجي على سؤالك الدستور العراقي احنا ما صوتنا عليه، معروفه القصه بال 2004 2005 لا الانبار صوتت عليه ولا صلاح الدين ولا الموصل، وباخر دقيقتين الاكراد جابوا جحافلهم وقالوا اي صوتنا ومشي الدستور. بريمر قال مشوا مشوا زين. الدستور يقول شرع كل الامور ولا تعيبها علي، الدستور انت شرعت عليه. انا اليوم من اجت حاجه جوياك بالدستور، شنو العيب بالموضوع بالدستور وبالقانون اللي انت صوتت عليه؟ يعني خلي بس اعطيك فكره استاذ محمد، المادة 94 من الدستور يا ريت تراجعها وتعرفها. أنا ما أريد أدخل بقضايا قضائية بس المادة 94 تقول المحكمة الاتحادية اختصاصها فض النزاعات الدستورية والفصل بين التشريعات. أبد ما نص قانوني يقول المحكمة الاتحادية بين السلطات والإقليم والاتحادية وغيرها. ماكو نص دستوري، انا احكي دستور زي. يقول المحكمه الاتحاديه لازم تسحب العضويه مال فلان او تفصل فلان وحتى ما لها دخل بمجلس النواب. وخصصت رئيس مجلس الوزراء الى حق الطعن او المتضرر بنفس المحكمه يطعن. وين في توصل اريد اوصل للدستور. انا عندي الماده 119 من الدستور تحق لي انه اطالب مطالبات قانونيه دستوريه بيبا. اليوم انت مشيلتني وطلعتني القانون مادة 119 تقول لثلث أعضاء مجلس المحافظة المطالبة بإقامة الإقليم مثل ما إخواننا بالبصرة طالبوا بها أو عشر المنتخبين. اليوم أنا حققت هاي الغاية والسياسة هي أوراق ضغط السياسية. ما ممكن، وخلي أستاذ عمال شاركني، ما ممكن باشر عقبة نقعد إحنا ونتفاوض نقول لهم يابا أنتوا ظلمتونا بباحث 2-3 وظلمتونا بالاتفاق السياسي وظلمتونا بالمنهاج الوزاري اللي صوت عليه مجلس النواب اللي هي 29 ورقة. تمام؟ يعني هسه الورقه الجايه هي ورقه الاقليم. احنا ماذا اقول انا قبل ما اطبل هذه الحلقه كنت متوقع هذا الكلام. انا ماذا اقول؟ اي هي الورقه الجايه والا رئاسه البرلمان او الاقليم. اقول لك من حقي أي. انت ده الصادر حقوقي زي. اجي احكي تقول لي انت طائفي أي. اسكت تظل تدمغ بيا. هسه ايش راح اجيك انا؟ راح اجيك بالدستور وبتصوتت عليه انت وربعك. تمام. الماده ده احكي لك بالدستور تقول لي ماكو اقليم، اقول لك انصف لي انا ايدي بايدك زي. تبقى تضرب بيا الحلبوسي ليش طلع تقول اللي اتهموه بالتزوير هي صدرت عليه من محكمه الجزاء او الجنايات تهمه التزوير والحكم. هسه خلاص احنا هسه هاي القصه راحت، صار لها فتره وانتهت. اذا احنا عندنا مواد دستوريه الان الجديد انه الاقليم مقابل لا رئاسة اول لحد الان ماكو بس اكو مستشارين عرضوا عليها المواد القانونيه. اي يعني الرجال محضر روحه يا اخوي، الاقليم له رئاسه البرلمان من حق. لا عفوا انت اعطيتني دقيقتين، اعطيتني اقل من دقيقتين. الشيخ ابراهيم انت اثرت موضوع مهم بس تعطيني يعني انت ليش تاخذها وتروح؟ تعطيني دقيقتين من غير دقائق. انت اليوم مصر على الاختصارات. انت اليوم مصر على الاختصارات. لا هو الشيخ ابراهيم هو لانه بعيد صوته يتاخر علي. منو هذا الاستاذ؟ لا كل الاحترام للاستاذ مويد بيخالي بس انا اقول لك انت مو تحسبها علينا انه هذا، بس انت سالتني انت ثرت السؤال يا دكتور محمد الخزاعي. تمام. قلت هم راح تتفاوضون، قلت لك جوابا على سؤالك الماده 119 من الدستور اللي انت صوتت عليه مو اني، انت الزمت نفسك بها ممكن استعملها قانونا. تمام. هسه هي وحده من اوراق واوراق التفاوض. هسه وحده من اوراق التفاوض، اكو غيرها؟ طبعا. شنو مثلا؟ في حين شو هسه بالنسبه لمحافظه بغداد خل تقدم ما يقدر ياخذ محافظه بغداد. لا هم جمعوا كليتهم ايه؟ وهذا حق. شوف لا هو ما راح يقدر، يعني ما راح يقدر يشكل رقم قوي بالتفاوض. ما يقدر يتفاوض. دكتور محمد الحق حبيب هسه يروح على من؟ الحق حبيب من؟ ايه؟ حبيب الله. ايه؟ اليوم الاطار التنسيقي بكل كتله ايه؟ توحدت صارت اكثريه اهلا وسهلا استلم منصب المحافظ شرط جيب لي محافظ يبني ويشتغل يتجانس مع رئيس الوزراء والعمل الكبير اللي ده يقوم به. لكن تقول لي انت كتقدم السيادة راح تتحد؟ اقول لك 99-90% راح نتحد. اذا اتحدى راح نصير عندنا 286 الف صوت. ايش كم مقعد راح اخذ؟ وين؟ بغداد؟ طبعا بغداد. طبعا تمام. واذا تحالف ويا حسم وباقي القوة يجوز انافسك فنفس الحاله راح تصير. انت المحافظ وانا النائب الاول، بس بمكان ما كانت 10 رجال لك او 20 لجنه راح يصير هلا انا وياك مناصفه. تمام.
هسه هذا بالنسبه لمجالس المحافظات هي الواضحه كلش قبل اصلا بايام اول نتيجه للانتخابات بينت القصه. اكو اقليم، هذا الاقليم جماعه يلوحون به يقول لك تجيني ترجعني لرئاسه البرلمان من جديد لو انا ماشي بالاقليم، وانا اغلبيه محافظه دكتور الأنبار. انا هيك اشارات سريعه اللي تفضل به الاستاذ مؤيد وجناب الشيخ. اولا الشيعة ما تجيب واحد من يفقع من القاع وتحطه وتقول له تعال احكم. الشيعة يتعاملون مع الشخصيات بثقلها الجماهير، الخنجر عنده مقاعد قالوا له تعال عمي عندك ممثلين، هاي قضية. الدعاية الانتخابية اللي قام بها الخنجر تشابه الدعاية الانتخابية اللي قام بها الحلبوسي. الطرفين قاموا بدعاية انتخابية طائفية. الكتل الشيعية حاكت جو حلبوسي وين الدعاية الانتخابية الطائفية؟ حلبوسي الطائفية جوكم وحصة المكون وراح زعامة المكون مهددة وكذا بهذه الطريقة. هاي ما في صار طبعا زين لما نحكي برئاسة الوزراء نقول خلي تصير كردية وسنية مو تقولون هاي حق لا عزيزي مكون؟ لا عزيزي ماكو شنو رئاسة الوزراء حق مكون؟ رئاسة الوزراء حق الأغلبية. زين حق الأغلبية هاي قضية تمام. الكتل الشيعية ركز خطابها ومحاكاتها لجماهيرها إشاعة القانون ونبني وبهاي القضايا لم يحاكوا الجماهير طائفيا. جناب الشيخ يقول إحنا السنة ما صوتنا على الدستور وبيهم مثلا إذا أكو إشكالات على الدستور. طيب أنا أسأل أنتم من دخلتوا للعملية السياسية وما مصوتين على الدستور تمام؟ شنو الضير انه انتم خلال كل هاي الفتره ما قدمتوا مشروع قرار تعديل للدستور فقره من فقرات الدستور اللي انتم ما مصوتين عليه ما اعترفتوا عليه؟ واجهنا رفض. اسمعني خليك واجهنا رفض. لا اسمعني تفضل خلينا نكمل بعدين لا بس ملاحظه والله ملاحظه سريعه وارجع لجوابك. يقول الدستور صوت عليه باشاره من برايمر. لا هذا اجحاف في زمن برايمر. لا اي بالزمن برايمر المرجعية قالت يجب أن يكتب الدستور العراقي بأيادي عراقية وتم التصويت عليه. هاي قضية قضية باختصار شديد الأخوة يلوحون بإقليم قلهم سووا إقليم من الكرد يأخذون يسوون دولة. إحنا السياسيين الشيعة فهموا القضية وتعاملوا مع بالإقليم كل ما يلوحون بورقة الانفصال والدولة تفضلوا. هسه هو قراءة واقعية منو يمتلك مقومات أكثر للانفصال أو إقامة إقليم؟ الكرد عندهم مقومات دولة. ما قال لك أنا انفصل، هو يقول لك أنا دستوريا عندي أقدر أسوي إقليم ورقة أتفاوض. زين هي شنو المشكلة يعني وإذا أسوي إقليم شو راح يصير؟ ما عنده إقليم إداري ويشتغل. دكتور عزيزي ما عنده مقومات. أولا إحنا من نحكي هيك وإقليم وإقليم إحنا كأنما جاي نتكلم إنه البيت السني صافي لبن وكلهم إيد واحدة. ما هيك حكي مثل ما الحلبوسي يدعي الزعامة، الشيخ خميس يدعي الزعامة. زين. وأبو مازن. أبو مازن يدعي الزعامة، ومثنى يدعي الزعامة، وغيرهم يدعون الزعامة. ماكو إجماع على الإقليم. هذه ورقة يحاول السيد الحلبوسي المناورة بها من أجل كسب المفاوضات على رئاسة البرلمان. رئاسة البرلمان قالوا له عمي تقدم لنا أسماء وإحنا نختار. إحنا نختار. هاي هسه هذا النفس بضغط انه الحلبوسي يرجع لمكانه. وين يرجع الحلبوسي؟ رجال يقول لك بريء. وين يرجع والرجال اجت شغلته وين يرجع وما اعرف ايش يرجع على رئاسة البرلمان؟ اذا رجعت الموتى يرجع الحلبوسي، إذا رجعت الموتى للحياة يرجع الحلبوسي. ليش؟ ننسف العملية السياسية كلها، القضاء ينسفها، الدنيا تقول ماكو قرار للقضاء. عزيزي قرارات المحكمة يا شيخنا باتة وملزمة. وياك أنا أقول لك وياك، أنا قايل لك لا بس المحكمة الاتحادية وأنا أحكيها على العلن عندها أكثر من 19 قرار وموجودة بالمادة القانونية بالدستور للمحكمة الاتحادية. بس أخدمك ما يخالف بس أخدمك تفضل. ما أنا اليوم شوية أحس انضربت بالوقت. المحكمة الاتحادية من ضمن قانونها، لو أدري النقاش راح يجي كان جبت المادة، من ضمن قانونها يمكن المادة 93 تقول للمحكمة الاتحادية حق التراجع عن القرارات. عدول عن قراراته وفعلا بثواني وعدلت عن 19 قرار. بعيني شيخ 19 قرار عدلت عليها المحكمة. تعتمد على حيثيات تزوير السيد الحلبوسي لم يزور ثابتة بالدليل. ثابتة بالدليل من التزوير؟ شنو من حكومة؟ من قال مزور؟ شنو من حكومة؟ من قال مزور؟ يعني هاي هسه هذا هسه انت التوقيع. حبيب استاذ عماد انت اخوي المحكمه على شنو اعتمدت؟ انت اخوي المحكمه على بالقرار مال المحكمه. قالت ثبت تزويره. داعش قالت ما قالت قرار المحكمه.
ما قايل حبيبي على شنو زين لا خزاعي انا وش ما تجيبنا بلقاءات قول شنو المحاور حتى تجيب ادله عزيزي اخذتونا على محور انت بقضيه التزوير بقضيه التزوير ثابته وواضحه وضوح الشمس لا لا مو ثابته ولا ما اثبت المحكمه الاتحاديه سحبت يعني هسه هسه اريد افتهم سحبت عضويه يعني هسه انا الكلام اللي ذكرته انا السؤال اللي سالته اما اعيد عليك حتى تجاوب بسرعه يعني الحلبوسي يريد يرجع لرئاسه البرلمان من جديد شوف استاذ عماد يعتبره حقه ويريد يرجع استاذ عماد قال حكايه حلوه قال قلنا لهم قدموا لنا اسماء واحنا نختار احنا ما لناش نقول عند احد احنا عندنا مكون جماهيري وعندنا قواعد جماهيريه وعندنا صندوق انتخابات ما تفرضون هذا ولا انت تفرض علينا لا تفرض الاغلبيه داخل مجلس النواب بعيني بس الدستور الحكم بيني وبينك شنو الدستور يقول رئيس البرلمان سني لا لو يحط الحلبوسي هذا شوف اخذت الغير حوار الدستور انا ناقشك بالدستور ايش قال الدستور شو يقول الدستور شو يقول الدستور؟ الدستور يقول المادة 119 من حقي أتفاوض وياك على 1 2 3 لا بس الأصوات منين يجيب أصوات من البرلمان؟ أصوات من البرلمان لا برلمان ما له دخل جيم شو تقول؟ عشر المنتخبين إذا مو ثلث أعضاء وزير المحافظة لا تحكي عليهم تحكي على الإقليم لو تحكي على رئاسة البرلمان دكتور لا أنا تحكي على الإقليم هاي تحكي على الإقليم أنا السؤال هيك صغير بإمكان الشيخ يجاوبني أنا أقول شيخنا بينك ما بين الله لو ثبت تزوير الحلبوسي راح تبقى نظرتكم للحلبوسي إنه زعيم لو هسه انا اريد منك لا لو انت لا تاخذني بالافتراضيات خلينا ننتظر القضاء لان لا انت ولا انا نقدر نفترض قضائيا خلي القضاء بعدها اذا ثبت عليه وحكمه لا اكيد النظريه راح تختلف بكل جديه ان شاء الله لكن اذا ما حكم هذا بحث ثاني تمام هسه المحكمه الاتحاديه العليا اللي هي بات لسكن السلطات هي قالت مو احنا ان كل الاحترام وتقديرنا واجلالنا للمحكمه الاتحاديه العليا بس انا وين بدي احكي لك بس من تحكم ضدك لا تصير القصه لا لا لا, 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 لا. انا بدي احكي لا استاذ محمد بدي احكي لك اختصاصات انا لزمت الدستور وقراته 70 مره وحفظته على غيب لا اقول لك الماده خلنا عيد السؤال مره ثانيه لان قصه قلت الماده القانونيه هسه انت جايبنا اليوم على الحلقه بس اذا سمحت التقويم اريد اروح بس بثواني يعني هسه قضيت الحلقه كلها قال الخنجر وقال الحلبوس يا حلقتك عزيزي انا قاعد احكي عن انه باكر عقب الاطار هذا 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 موضوع زين الاطار نفسه بس اسمح لي الاطار غالبيه الاطار والمتخاصمين فيما بيناتهم راح يقعدون يحلون مجالس المحافظات شلون راح يتفقون زين انت عفني اسمح لي قصه رئاسه مجلس الوزراء مجلس النواب راح تدخل بها زين والاكراد ايش طلعتهم ما عندهم مجلس محافظة لا انتخبوا كركوك خويا وين انتخبوا كركوك حبيبي كركوك فقط لا دويتي زي انتخبوا كركوك فقط كركوك. زين هسه اليوم قال لك هذا شرطنا هسه واضح هسه لا مو شرط ابراهيم مو انا قلت اكو مو انت. فرضيات مو انت شيخ ابراهيم اجاك واحد قال لك هاي ورقتي انت رئاسة البرلمان الي وانا حققت الان انجاز بمحافظة الانبار انا مكتسح ومحافظة بغداد أنا الأول أنت يا إما تشتغل لي على هاي يا إما أنا أخذ رئاسة البرلمان من جديد وخلصت تمشي الأمور لو لا ما تمشي رئاسة البرلمان ستحسم داخل مجلس النواب بالفضاء الوطني بالأسماء المطروحة هيجي في حينها بالأسماء المطروحة الثلاث أسماء اللي مطروحة سيد المشهداني سيد العيساوي والثالث عبد الكريم عبطان راح يطرحون بالفضاء الوطني حتى داخل الإطار التنسيقي ماكو إجماع على شخصية ماكو لحد هذا لا أكو أغلبية على محمود المشهداني ماكو إجماع لا اسمح لي إجماع أغلبية أكو بين الأغلبية والإجماع اسمح لي أنا إذا أقول الأغلبية متجهة باتجاه السيد محمود المشهداني كل الاحترام إليه تدري ليش حتى يسحبون البساط من 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 أقوى شخصيتين الآن بالسنة اللي هو السيد الحلبوسي والخنجر إذن الزعامات عندكم بالسلطة تسحبون البساط لا لا لا, لا, لا إذن أنت تستقون بالسلطة حتى تكونون زعامات أنت تيجي تجيب لي ناس على مرامك شنو ناس على مرامي هذا تجيب لي ناس على مرامك مو الأغلبية هذا منصب لكل العراقيين مو للشسمة مو للمكون سبع عماد ترى إحنا شبعنا صار 20 سنة منصب لكل العراق ومن نجي نقعد نتفاوض وياكم تقولون هذا حق الاغلبيه وحق المكون ومن توصل يمنا لا هذا المكون السني العرف قال الاكراد جمهوريه الاغلبيه الشيعيه رئاسه وزراء السنه برلمان انت راح تسوي شرخ بيني وبين ربعي انا بعشر ثواني من رخصه الدكتور انا اقول انا الاوان بعد ما نمشي بالعرف ابديها بيك اي انت الاخ الاكبر ليش
مفليش تبديها التدخل اكبر برئاسة الوزراء. شو سو رئاسة الوزراء اللي حقق اغلبية اكبر كتلة داخل مجلس النواب هي اللي تحط رئيس الوزراء. خلي السيد الحلبوسي يجيب لي اغلبية داخل مجلس النواب ويقدم ورقة بكذا نائب تمام ويسمي تعرف مشوا عليه صار 22 سنة. استاذ مؤيد احنا الان الخصومات مركبة بين السياسيين، خصومات بين التقدم والاطار، راح يعني راح يحتاجون الى الجلوس سوية في بغداد، خصومات بين المكون السني نفسه بين مجموعة مثلا داخل كركوك ذكرها الشيخ وصلاح الدين والموصل ايضا راح يحتاجون الى الجلوس سوية لو لا. لا يعني قبل لا اجاوبك على هذا السؤال خلي نقول ثبت خطه نخله في السور. محمود المشيداني هو رئيس برلمان القادم، ما بي اي مجال لا حد يتناقش بهذا الموضوع. صوت نهائيا خلي يعيد محمود خلي يعيد الصوت كله استاذ مؤيد. صوت عيد لنا الكلام اللي قلته من جديد. محمود المشيداني رئيس مجلس النواب القادم للعراق، خطوا نخله في سفورة ها؟ ولا شعلان ولا ابراهيم ولا مؤيد، محمود المشيداني. ما بيه اي مجال اي نقاش ماكو، محمود المشيداني هذا زي. واحد اثنين خل اجيبك، اول شيء تقدم بالموصل اثنين ومقعدين عنده زين، يساوم على كركوك ما عنده شيء بكركوك، بديالة احتمال عنده كم مقعد، بس موضوع بغداد اغلبية مبني والاطار ببغداد اغلبية، يعني إذا هو جايب له 9 مقاعد وعش مقاعد يساوموا على شنو؟ إذا هي بغداد 47 مقعد شيل 10 شيل 19 ظل 37 على شنو يساوموا نهائيا؟ الموضوع يرجع للبرلمان ما يرجع، المساومات بابين مرحلتين، يا إما يقعدون يساومون على المناصب بهاي المحافظات يا إما يقعدون يساومون على الغنائم. زين إذا الإطار خلينا نقول الشيعة الأحزاب الشيعية أغلبية في بغداد كمقاعد مو وين يساومون بالرمادي؟ لا بالرمادي غير موضوع، وحتى لو هو أغلبية بالرمادي محمد الحلبوسي أكو قوانين، خلي يصير محافظ من عنده رئيس مجلس من عنده، بس الرأس وين؟ الرأس ببغداد، الموازنات والفلوس والنزاهة ببغداد والمحكمة الاتحادية ببغداد، يعني إذا يحطون عليه الأحزاب الشيعية ويراقبوه ما يقدر يبوق دينار، وعلى الجاي وجاد يخدم هو ولا خميس الخنجر ولا باقي الأحزاب السنية قاعد جاي شي يسوي؟ عندي مجال وعندي فسحة جاي شي يسوي؟ جاي شي يسوي؟ إذا جاي شي يسوي؟ جاي يبوقون يسرقون جاي يبوقون؟ ليش انتخبتهم الناس بهالقوة؟ ليش أخذوا المحافظة؟ دكتور هاي الإمبراطوريات العدم مين؟ أدري شلون أخذوا المحافظات إذا ما جاي يخدمون إذا ما يخادمين ناسهم ومشتغلين؟ هاي الإمبراطوريات العدم مين؟ هاي الأملاك العدم مين؟ أدري الناس راحت انتخبتهم محمد ولا أحمد ولا مينهم هاي الأملاك؟ شلون؟ الناس راحت انتخبتهم وحققوا أغلبية بالأنبار وحققوا أعلى 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 كتلة في بغداد، هاي شنو لين يبوقون؟ الناس تروح تنتخبهم لين يبوقون يعني؟ هذه قناعة الناخب مقتنع ما مقتنع، هم اشتغلوها حتى وصلتني لي يعني زين كثير من السياسيين او حتى من بعض الاحزاب خابروني ليش حتسقط بالحلبوسي؟ مو هذا سني مو الشيعة كسروا السنة يا بلش، هو الحلبوسي حرامي، هو اذا من كان رئيس برلمان شنطاني وش فاد محافظتي وش فاد السنة غير الامبراطوريات ماله والاملاك والقصور هو وزوجاته واولاد عمه وقرايبه شفاد يعني هسه اذا يجيبون طلعوا الحلبوسي يجيبون محمود المشيداني شنو ايش راح يفيد محمود المشيداني للسنه؟ مثل ما هيال محمد الشيعة السوداني محسوب على الشيعة من صار لحد اليوم، شنو الانجازات اللي قدمها للشيعة تحديدا؟ شنو الانجازات؟ انجازات طبيعيه جدا مو خارقه للوضع، بينما الوضع العراقي متردي جدا زين، وحتى رئيس الجمهوريه ايش قدم للكرد للاحزاب الكرديه؟ ماكو يعني ليش ما نعترف احنا عندنا الاحزاب والسياسه بالعراق
احزاب مصالح، من اللي قدم، من اللي انجز، ودليل كلامي عوف العراق اجيبك ارجعك على الموصل. زين، اللي راح انتخب ابن ثابت العباسي لانه ثابت العباسي وزير دفاع، شنو قدمه للموصل والناس راحت انتخبته؟ واللي راح انتخب ابن نجم الجبوري، شنو نجم الجبوري قدمه للموصل وراحوا انتخبوا ابنه؟ تمام استاذ مؤيد، وكذلك ابن اثير النجم. استاذ مؤيد انا حتى شنو؟ بس ها اسمع 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 أيه. اسمع شوف شوف تاثير تاثير كرام خميس الخنجر وسنه وما سنه، تعرف وين ودتك؟ أيه. ودتك انه عبد الله ابن اثير النجيفي بالانتخابات البرلمانيه السابقه مال 21 جاب 216 صوت عبد الله، بينما البارحه اول بارحه بانتخاب مجالس المحافظات جاب 7000 وكسر صوت، لا 11 وكسر صوت. زين تمام، شوف الفرق. اكو ورقه جديده، بس اسمح لي، اكو ورقه جديده قديمه، اعطيني رايك بها باختصار. ورقه جديده قديمه هي ورقه الانبار، اقليم الانبار. الان يقول لك الجماعه احنا رئاسه البرلمان رئاسه مالتنا، واحنا انتقلت من عندنا عن طريق المحكمه الاتحاديه بطريقه لازم عندهم في التبرير معين انه الرجل هذا مظلوم وطلعت من عنده. الان اقدم ورقه اقليم الانبار مقابل رئاسه البرلمان، شنو رايك؟ نفس الكلام اللي قلناه على خميس، كلام حق يراد به باطل. موضوع الاقاليم وطريقه التحويل من المحافظه الى اقليم موضوع دستوري، خمس مواد بالدستور هي تبدي من 116 ل 121. صحيح. صح، اي محافظه تقدر تقدم، بس اكو اساليب واكو طرق، لانه اكو بعد ماده، بعد اكو قانون رقم 13 ها سنه 2007 2008 يفصل موضوع الدستور وهالخمس مواد اللي بالدستور كيف تتحول محافظه لاقليم. خليه يروح يقدم، خليه يصوت وخليه يعمل تصويت بالمحافظه، تريدون اقليم وتريدون تقوم محافظه، والناس تبين. واني خلي اقول لك فد مثل، اني اعطيك مثل، اني رئيس، اني رئيس المعهد العراقي لدعم الفدراليه، يعني موضوع الاقاليم وموضوع الفدراليه كله مطبوع هنا بدماغي. اني رئيس المعهد العراقي لدعم الفدراليه، منظمه مدنيه، اني مو غيري. زين، انت وقت ردنا نسوي نينوى اقليم كان اثيل النجيفي، محافظ شجع وعمل، وهذه من طلع من المحافظه اثيل النجيفي جابوا مكان نوف العقوب، يا ابو تعال، واحنا وصلنا مرحله قال لا السلطه راحت من عيدنا، اذا راح يصير اقليم ما راح نصير احنا برئاسه الاقليم. هذا اثيل النجيفي نفسه تمام، والعصابه اللي معاه. زين اسمح لي، نفس الشيء خليها للرمادي. تمام، انا استاذ ابراهيم، دريم يريد يغادر. مقتنعين؟ اصبر 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 اصبر. اذا مقتنعين، اذا مقتنعين بمحمد الحلبوسي انه راح يصير امبراطور اقليم الرمادي، خلي يروحون يمشون بالتفاصيل وبالشروط مال تتحول محافظه. اسمح لي، فقط معلش، بس على جديد حرجون بس هي الموضوع. هو احنا الرمادي يصير اقليم ولا ما يصير؟ استاذ ابراهيم، نعم. كل واحد يخسر قال انا والله الاقليم الاقليم الاقليم، صارت هاي معناها، يعني كل ما اخسر انا اطلع، والله اطلع الدستور ادور شنو اللي عندي، اسوي هاي المحافظه اقليم، افلش البلد، ادمر الدنيا كذا، ما اعرف ايش، لو اقعد على كرسي لو وشنو القصه هاي. زين بعدين جابتهم ما جابت غيرهم؟ خلصت سؤالك؟ جاوب حتى ما دافته بالبرنامج وين رايح؟ اليوم مو بكيفك، البرنامج بكيفي، بكيفك انت، انت تديره. اي انا المحاور، بس وين وين الحوار؟ انا قاعد اسال كل الاتهامات، هذا حرام وهذا امبراطور هذا الرجال كذا وذاك كذا، ودستوريا ما يصير وما لكم حق وما لنا حق، ودستوريا وعنده امبراطوريات والناس اشتغلت وانتخبوهم، والغالبيه الزرقاء والبرتقالي اشتغل، شاء من شاء وامام الاباء. الدستور العراقي مصوت عليه، واذا تشتغلني بالدستور راح اشتغلك بالدستور. انتخابات انتم تقولون بالاصبع الازرق هو الفرز، راح الصندوق الازرق اطلع عماد المسافر واطلع محمد الخزاعي واطلع مؤيد الجحيشي. انا شو اللي دخل؟ ليش تقول لي انت امبراطوريات وانت كذا وانت كذا؟ هاي الاتهامات ودائما ضرب 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 ضرب،
هاي مو صحيحة. زي. أنا استغرب من أبو كرم هذا الحكي. زين أنت قبل 6 أشهر كنت تدافع على الحلبوسي، وقبلها كنت تدافع على الخنجر، وبصراحة أبو كرم مستغرب. أنا وياك باتصالات وغيره وتتذكر، شو اليوم تسويهم كلهم حرامية؟ سويت المكون سقط ما يفتهم لأن انتخبهم، وسويت الخنجر حرامي، وسويت الحلبوسي حرامي، والإمبراطور من بغير الرمادي أبو كرم حبيب قلبي. أنت أخوي وتاج راسي وأحبك وأحترمك. هالرمادي طبينا لها ترى خرابة، 90% أرض محطمة. الرمادي هسه من أجمل محافظات العراق. قل لي أبو الموصل هذا نوفل العاقوب للحكم. أنا وأنت شقد اشتغلناه وفعلا ثبتنا عليه فساده وحكمناه. أما نجم الجبور اشتغل الرجال يمشي بالموصل الصغار كبار يبوسون بيده. أثير اللي جاء في أنت وزمنك كان موجود ما حاربته. يعني احنا ليش نخلط بالأوراق؟ فعلي اتحاد فزاعي. مرة ثانية باخذ منك محاور البرنامج يلا وكل التقدير رب الكرام والاستاذ حياك الله. انا عارف عندك التزام. شكرا جزيلا. هو وين اكو برنامج هيك يصير بمحاور شوية طب الناس يطلع ما ادري وين هذا حياك الله. وهدرت الديام يا فزاعي. حياك الله حياك الله عزيز حياك الله. هاي المعطيات وين راح توصلنا؟ يعني ما اعتقد هو هذا يعني يسمونه سقف رفع المطالب من اجل الحصول على قضايا معينه. انا اعتقد انه قضيه انتخاب او تسميه رئيس البرلمان راح تروح بالفضاء الوطني وتم تسميه رئيس مجلس نواب. اما هذه الاوراق اللي ممكن انه يناورون بها الاخوه انه اقليم غيره غيره هذه موجوده وطبيعيه جدا، لكنه اكو امكانيات لتطبيقها؟ ما اعتقد اكو امكانيات لتطبيقها. مع ذلك من حقهم يناورون ومن حقهم يتحدثون. زين هسه بخو ما نحرمهم حتى حق الحديث ابدا. شكرا استاذ عباد المسافر. شكرا ايضا للاستاذ مؤيد الجحيشي من الموصل. شكرا استاذ مؤيد. ايضا شكرا للاستاذ ابراهيم الدليمي اللي غادرنا قبل قليل. اشكركم مشاهدينا الكرام في امان الله.